بمعنى كده ان تراكم الدهون في الجسم له علاقة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. ده الشق الثاني بقى، بنقول ليه كل المصابين بامراض السمنه او كل اللي عندهم مشاكل تراكم الدهون في مناطق مختلفه من الجسم، او الناس اللي هم عندهم البودي ماس اندكس اكتر من 40 او معدل كتله الجسم، او الناس اللي هم عندهم وزنهم اكتر من الطبيعي ب 10 15 كيلو، بيبقى عرضه اكتر من غيرهم من الناس الطبيعيين او اللي وزنهم مثالي لاصابتهم بالكوليسترول بشكل خاص. بنقول دايما ان تحويل الدهون دي او الطاقه الزايده اللي داخل الجسم، او الناس اللي هم عندهم عرضه للزياده في الوزن، بنقول ان دايما الدهون اللي هي في مخازن الدهون بتطلق مواد سامة وبتطلق مواد ملتهبة، يعني مواد تساعد في الالتهاب. اطلاق الدهون ديت او مخازن الدهون او تنشيط مخازن الدهون ديت لاطلاق المواد دي بتبقى فرصه للجسم بشكل خاص او عرضه للجسم بشكل خاص ان يكون او يرسب الكوليسترول الضار على جدار الشرايين والاوعيه الدمويه. فبنقول ان دايما الناس اللي هم اللي عندهم زياده في الوزن بشكل خاص اكثر عرضه او اكثر يعني اصابه من غيرهم من الناس اللي هم وزنهم مثالي بمشاكل الكوليسترول او تراكم الكوليسترول في مناطق مختلفه من الجسم. يعني نقول دايما من باب اولى الناس اللي هم عندهم زياده تراكم الدهون في الجسم بشكل عام، بيبقى الكبد بشكل خاص عليه كميه دهون، وبيبقوا اكتر ناس عرضه للاصابه بحاجه اسمها الفاتي ليفر او الكبد الدهني. فاذا كان العضو اللي هو المصنع والمخزن واللي بيفلتر الجسم من السموم واكتر حرك للدهون في الجسم واكتر عضو بيعمل ميتابوليزم او تمثيل غذاء الادويه، يعني المصنع الديناميكي اللي هو يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى حبانا بيه، اذا كان هو عرضه للدهون او هو مش قادر اصلا يحرق الدهون اللي موجوده جواه، فبنقول ان قدره الجسم بشكل عام على التخلص من الباد كوليسترول او الكوليسترول السيء للاسف بتبقى ضعيفه جدا. فاحنا دايما بنقعد ننصح يعني من خلال برامج الاعلام ومن خلال البرامج التوعويه، بنقول ان كل الناس يعني اجعل غذائك من دوائك، يعني انت تقدر تتحكم في حتى علاجك عن طريق الغذاء بتاعك، وكل ما الغذاء يكون اقرب للاكل الصحي، وزي ما حضرتك تفضلت برضو كل ما نبعد عن الفاست فود او الجانك فود او الوجبات السريعه وننتبه بس لنوعيه الاكل اللي بتدخل لجسمنا، كل ما يكون الكفاءه الجسم الصحيه او الصحه بشكل عام بتكون بشكل افضل. يعني قبل ما نتكلم يعني عن يعني نوعيه الاطعمه ديت، نعرف اللي عندهم نحافه او النحفاء، تمام، هل هم اقل عرضه فعلا كلام حضرتك بقى للاصابه بامراض الدم او امراض الكوليسترول، ارتفاع الكوليسترول؟ يعني ده سؤال مهم جدا. احنا نقول دايما ان النحيف اللي هو يعني مؤشر كتله الجسم عنده المفروض اقل من 20، يعني 18 واقل. بنقول ان النحفاء طبعا النحافه هي مشكله مرضيه زيها زي مشكله السمنه بالظبط، ولكن هم لا يستثنوا من الاصابه بامراض الكوليسترول. يعني بنفاجئ كتير جدا بعض الناس اللي هم ما يبانش عليهم اصلا عندهم اي كميه دهون زايده في الجسم، وللاسف التحاليل المعمليه او التحاليل بتاعتهم بنكتشف ان عندهم مشاكل في ارتفاع نسبه الكوليسترول. ده طبعا بيبقى راجع لسبب عائلي او تاريخ وراثي او حاجه اسمها فاميليال هايبر كوليستروليميا، يعني التاريخ الاسري او التاريخ العائلي للشخص دوت او الفرد دوت بيبقى متوارث الحكايه ديت عن طريق بقى الاب او الام او الجد. فللاسف حتى دول ما يستثنوش من الاصابه بامراض الكوليسترول. وحتى برضو في وصف البرامج اللي هي الغذائيه اللي هي بتساعد الناس ديت ان هم يوصلوا للوزن المثالي بتاعهم، بنقول دايما ان لازم ننتقي نوعيات الاكل ومعدل السعرات الحراريه اللي بتبقى داخل الجسم تبقى محسوبه كويس جدا، والا بقى انا هعالجه من مشكله النحافه او هبتدي اخلي جسمه يكون انسجه جديده، وهخليه بقى اخلي جسمه مش قادر حتى يعني يفلتر او يتخلص من المواد الدهنيه المشبعه اللي داخلاله، فممكن اصيبه بمشاكل الكوليسترول او يبقى عنده مشاكل في الكوليسترول. فبنقول دايما الناس دول لا يستثنوا، ولكن دايما احنا بنقول القاعده العامه او القاعده اللي هي المثاليه، يعني لكل الناس المفروض حتى يعني يحذروا او يخفوا من امراض الكوليسترول، ان احنا نعمل تحليل دوري بعد سن 20 سنه كل 5 سنين. يعني دي حتى التوصيات بتاعت منظمه الصحه العالميه بتقول ان اي حد بعد سن ال 20 سواء راجل او ست المفروض يعمل تحاليل حاجه اسمها الليبيد بروفايل او مستوى الدهون في الدم بشكل عام، سواء التوتال كوليسترول او الترايجلسرايدز او اللو دينس او الهاي دينس لايبوبروتين. بنقول معدل كل 5 سنين بعد سن ال 20، لان ارتفاع حتى الحاجات دي او ارتفاع نسب الكوليسترول الضار في الدم للاسف بتبقى كامنه وملهاش اي اعراض. يعني مفيش حد مثلا يبقى عنده ارتفاع في نسبه الدهون الثلاثيه او ارتفاع في الكوليسترول ويشتكي مثلا تظهر ساينز او سيمتومز علامات او اعراض عليه، للاسف الحاجات ديت ارتفاعها بيبقى كامن جدا ولا يكتشف الا عن طريق التحليل المعملي، يعني عن طريق التشيك اب او التحاليل الدوريه اللي بتتعمل ممكن واحد يكتشف بالصدفه ان هو مصاب بارتفاع في نسب الكوليسترول او الدهون الثلاثيه او ما شابه. فبنقول دايما الوقايه خير من العلاج، يعني اي حد اي راجل او اي ست
في بعد العشرينيات بنقول بنبتدي ناخد بس وقفة كده أو خط إن احنا نبتدي نعمل فولو أب أو نتابع أو نعمل تشيك على مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم بشكل خاص.